بالفعل هو التاريخ هذا يربط عديد الأطراف ببعضها وعديد الأماكن ببعضها، وهذا من شأنه باش يدخل معناها حركية اقتصادية وتنموية معناها جديدة على المنطقة، خاصة أنه نحن على أبواب معناها فصل الصيف، وهي منطقة الحقيقة باش تكون عندها مستقبل سياحي معناها بامتياز. وهذا بطبيعة الحال مثل المشاريع هذه خاصة على مستوى الطرقات والشبكة الطرقات بشكل عام هي اللي باش تكون حافز لبعث معناها المشاريع وأيضا أفكار جديدة. فإحنا بالنسبة لنا توا اللي متأكدين منه وأنه بالنسبة للمشاريع متاع 2016 كلها موجودة على أرض الواقع، معناها فما أشغال انطلقت وفما اللي فيها بعض الإشكاليات، هذيك دورنا نحن باش معناها ندخلوا بور ديبلوكي معناها لا سيتياسيون، وإحنا بطبيعة الحال في مراقبة مستمرة ودقيقة ومتابعة أيضا مختلف المشاريع هذه ومع الإطارات الجهوية اللي تسهر على تنفيذ المشاريع.